لما استنينا اسئلتكم من الحلقة اللي فاتت اتكرر سؤال ازاي اشرك حد من البودلة في التشكيل الاساسي. الاجابة اولا لازم تعمل ده قبل ما باب الانتقالات يتقفل، وباب الانتقالات بتقفل قبل اول ماتش في الجولة بساعة، بس في الاول لازم تحدد انت بتلعب من الاب ولا الديسكتوب ولا الموبايل. الموضوع بسيط جدا، لو بتلعب من الاب او الموبايل هتروح للبديل وتسحبه وتحطه مكان اللعيب اللي انت عايز تغيره في تشكيلتك الاساسية. اما بقى لو بتلعب من الديسكتوب هتروح عند صفحة فريقي وتروح عند اللعيب اللي انت عايز تبدله، هتلاقي فوقيه 3 نقط دوس عليها هيفتح لك القائمة بتاعة تشكيلتك كاملة، هتختار اللعيب اللي انت عايز تبدله وتنزل تدوس حفظ. بس الخطوة دي هتودينا لقاعدة مهمة في الفانتازي، وهو ان مسموح لك عدد معين من اللعيبة بحد ادنى في كل مركز. في خط الدفاع بحد ادنى لازم يكون فيه 3 لعيبة، اما خط النص لازم يكون فيه 2 لعيبة، وبالنسبة لخط الهجوم على الاقل لازم يكون فيه مهاجم.